السلام عليكم متتبعي قناتي، مرحبا بكم عندي في قناتي وقناتكم. اليوم طلعنا الزاوية طاح نصال باش نوريكم المناظر ديال الزاوية طاح نصال. البنات اللي قالوا بغينا نشوفوا السكان ديال الزاوية طاح نصال، ها هما السكان ديالها كيفاش دايرين. هانتوما كتشوفوا السكان وانتوما كتشوفوا الزاوية طاح نصال فين كاينه. صراحة زوينة فيها المناظر، هنايا في هاد البلاصة هادي جيت فاش نزلنا حنايا. هنا هاد البلاصة زوينة صراحة، زوينين كاملين. هانتوما كتشوفوا المناظر ديال الزاوية تاع حنصل، وغادي نخليكم وتشوفوا المناظر ديالها. هانتوما يا البنات فين كاينه الزاوية تاع حنصل، وغادي نشكركم مرة أخرى على المتابعة ديالكم. شكرا لكم، كنتمنى لكم فرجة ممتعة، كنتمنى يعجبكم الفيديو. إذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة باش يوصلكم كل ما هو جديد. غادي نخليكم مع المناظر ديال الزاوية تاع حنصل. البنات لقيت هنا واحد الشجره ديال الحب الملوك، ها هو حب الملوك في الزاويه تاع حنصل. هانتوما كتشوفوها، ها هو طايح في الارض. طبيعه شحال زوينه تبارك الله. الواد داز من هنايا، ها هو الواد، هذا هو سميتو واد حنصالة، هو اللي كيتكب في بحيرة بلويدان اقليم ازيلال.
وعدة،